ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. مواليد برج الاسد ان شاء الله باذن الله السعاده والهنا والراحه والخير والرزق والراحه بعد تعب اللي انتم مستنيينها تحصلوا عليها باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طبعا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وندخل على الفيديو بالابتسامه الجميله وبالطاقه الايجابيه ونركن الطاقه السلبيه على جنب لحد ما نخلص الفيديو. برج الاسد عايزك تجدد في نفسك، عايزك تتخلي حياتك فيها حاجات جميله، ابعد عن الطاقات السلبيه وابعد عن الناس المزعجه اللي هي بتعمل لك توتر وحيره، وكمان ان شاء الله باذن الله تكون راحت البال من حياتك يا برج الاسد. يلا يا مريض برج الاسد، الدوامه اللي انت فيها يا اسد. بص يا اسد، بص يا اسد، انت حاليا في دوامة، حاليا في حيرة، حاليا تعبان جدا 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 لدرجة ان انت مش طايق حياتك، مش طايق الهدوم اللي على جسدك. برج الاسد انت عندك تقدم في الحياة، بس احذر من الست اللي هي عمالة تزن على ودانك وعايزة تخرب بيتك وانت لا تدري وماشي وراها وانت مغمض عينيك. راجل الاسد احذر من واحدة ست عايزة تخرب بيتك وعايزة تخرب على حياتك لدرجة ان انت ممكن تكون كمان في علاقة تالتة. احذر وخلي بالك، عندك خروج من الضيقة اللي انت فيها وعندك خروج من الهم والحزن. فتاة الاسد عنده خروج من الهموم وعنده خروج من الحفرة اللي انت وقعت فيها ولحد الان بتعاني منها وسايبة اثر وراكي. برج الاسد عايزك تخلي عينك في وسط راسك وتبعد عن الناس المزعجة وعن الناس اللي هي مش كويسة والناس اللي هي عامله لك توتر وحيره. عندك لقاء مع حد انت بتحبه، مع اهل، مع اصحاب، مع زوج، مع شريك الحياه، الله اعلم، بس انا شايفه ان اللقاء ده هيكون مع اهل بناس انت بتحبها، وفي نفس الوقت هيكون عندك لقاء مع حد انت بتحبه جدا جدا جدا، وهيبقى عندك مكالمه سريعه هتجيب لك خبر حلو وهتجيب لك راحه بال وهتجيب لك السعادة بإذن الله. وانت برج الأسد اتطعنت كتير جدا، ظهرك من كتر السكاكين ما بقيت منحي مش قادر، بس دايما بتقول أنا أقوى، أنا هقاوم، أنا شجاع، بتقاوم نفسك. فتاة الأسد بتمشي على الأرض وهي معروفة إن هي فتاة أسد، بتتحمل القاسية وبتتحمل كتير جدا، قلبها طيب جدا، ممكن تكسبها بأبسط كلمة طيبة. فتاة الأسد دايما بتكون أنيقة، دايما بتكون شجاعة وبتحاول تثبت كده دايما، بس هي طيبة جدا، هي بتحب الحياة ببساطة، بس دايما حظها قليل علشان لحد الآن مش لاقي الشخص اللي يفهمها. كل ما تدخل في علاقة بتطلع منها. راجل الأسد عنده علاقة تالتة، احذر من الست اللي دايما عايزة تخرب حياتك وتخرب بيتك وانت لا تدري ماشي وراها وانت مغمض عينيك. عندك فرحة حلوة، فرحة خطوبة، فرحة رجوع، عندك مشروع ناجح، أمنية في الدراسة، الله أعلم، بس شوف الحاجة اللي انت مستنيها أو تتحقق وهي اللي هتتحقق يا برج الأسد. إذا كانت خير، إذا كانت دراسة، أو إذا كانت زواج، أو إذا كانت خطوبة، أو كان توقيع سفر أو خبر حمل، بس عندك واحدة ست عيونها صفرة مش كويسة خالص، دايما عايزة تخرب حياتكم ودايما عايزة توقع بينك وما بين الشريك او حد من اهل الزوج او الزوجة الله اعلم، بس هي واحدة ست عينيها صفرة مش كويسة خالص. الست دي عايزة تخرب عليكم بقدر المستطاع. الست دي دايما شغلة بالكم وشغلة تفكيركم وعايزة تخرب بيتكم، احذروا وخلوا بالكم. عندك انطلاقة جديدة، الانطلاقة دي فيها فرح وفيها خير وفيها بعض الامور الجميله اللي انت مستنيها. انت عندك علاقه نهيتها في الماضي، علاقه حب قديمه نهيتها في الماضي، بس انا شايفه ان العلاقه دي هتحاول تتفتح قدامك تاني وهيبقى فيه مكالمه تاني وهيبقى فيه كلام تاني، بس انت هتقفل الباب ده علشان انت اتظلمت واتغدرت يا برج الاسد. حصل لك حاجات كتيره جدا من ورا العلاقه دي ولحد الان قلبك موجوع ومش شايف ولا حاسس ولا قادر تعمل ايه. صحتك كانت في النازل، بتاخد علاج كتير، حاليا بدات صحتك تتحسن، بس حالتك النفسيه مش عارف تظبطها بسبب الطاقه السلبيه وبسبب الناس اللي بتدخل بيتك بتحسدك وتعمل لك طاقه سلبيه. ابعد عن الطاقات السلبيه، جدد في البيت، جدد في نشاطك اليومي، جدد في اي حاجه، المهم ان انت تطلع من الطاقه السلبيه وتدخل على طاقه ايجابيه يا برج الاسد عشان حياتك
حياتك تتعدل زي ما انت عايز ويكون فيها تحسن وفيها خير. انا شايف ان انتوا عندكم ارتباط وعندكم خطوبة او علاقة جديدة الله اعلم، بس عندك تقدم. انت حاليا ناوي تمشي من المكان اللي انت فيه، ناوي تغير سكنك لدرجة ان انت في توقيع ورقة مستنيه او مستني وبتدري بتجري ورا ورق عشان تخلصه في المحكمة، عشان ناوي تسافر برا وناوي تغير المكان اللي انت فيه. انت قلبك طيب يا برج الاسد جدا جدا، قلبك طيب جدا جدا لدرجة ان الناس اللي اذتك لو جت تاني يوم اعتذرت منك بتستقبل عادي وكأنه ما حصلش حاجة. بسبب طيبة قلبك وحظك اللي في الحياة حلو، هيبقى عندك لقاء حلو جدا مع ناس مهمة، مع ناس انت ما كنتش متوقع في يوم من الايام ان انت تقابلها او تحصل عليها او تكلمها. فتاة الاسد، انت يا برج فتاة الاسد زي ما قلت لكم قلبها طيب جدا لدرجة ان هي من كتر طيبة قلبها وقعت في مشاكل كتير وخسرت ناس كتيرة جدا كانت عزيزة على قلبها، اتصدمت في اقرب الناس ليه واتغدرت في من اقرب الناس ليه لدرجة ان هم كانوا مصاحبين ناس كتير بس اتغدرت واتظلمت وطلعت من غير اي حاجة. برج الاسد في ارض بيتك انت مش مرتاح يا برج الاسد، عندك حد دايما بيأذيك. لو انت شايفة كمان انه في ارض بيتك راحتك ضاعت، وكمان انت متعارف على حد، عندك تعارف مع حد على السوشيال ميديا عملت له بلوك او هو عمل لك بلوك، المهم ان انت انفصلته وسبته بعض او ناوي ان انت تسيبه وناوي تنفصل عنه والله اعلم، علشان خاطر حاسس مش حاسس بالامان زي الاول يا برج الاسد. حاول ان انت تكون حكيم الباقي من شهر يونيو، حاول تكون حياتك تتحسن اكتر من كده، حاول تظبط امورك، تظبط تصرفاتك، تظبط افعالك. الكلمه اللي انت بتقولها يا برج الاسد انت ممكن ما تكونش حاسس بيها، ممكن تجرح الشخص اللي قدامك، ممكن تزعله وانت من طيبة قلبك مش عارف انت بتقول ايه. قلبك طيب جدا يا برج الاسد بس دايما حيران وعندك حيرة، عندك اشتياق لاطفال، اشتياق لاهل زي ما قلت لك، وشايفة ان انت هيبقى عندك خبر حمل باذن الله للانثى الاسد. لو انت منتظرة خبر حمل وبدأ بتزور الدكاترة كتير فتطمني وبشري ان هيكون عندك خبر حلو الفترة اللي جاية بخصوص الحمل، هيبقى عندك امور حلوة وعندك ابتسامة هترجع لوشك والامور هتبدأ تتحسن في حياتك، وهتبدأي تحسبي امورك اكتر من كده وهتبدأي تكوني حكيمة في تصرفاتك وفي افعالك. هتمشي في موضوع، الموضوع ده ربنا بس هو اللي هينور لك طريقه وهو اللي هيدلك على الخير، وامشي وانت مغمضة في الطريق اللي ربنا هيكتبهولك وكمان هيوفقك بيه، علشان خاطر انتوا اتظلمتوا كتير وحياتكم كانت فيها مشاكل كتير جدا. حاولوا ان انتوا تبصوا لقدام، ما تبصوش لورا خالص يا برج الاسد، وارموا كل اللي فات ورا ظهركم وما تبصوش عليه ابدا، علشان دايما يكون عندكم تقدم في الحياة ودايما تجددوا الطاقة الايجابية عشان الطاقة السلبية محطمة حياتك. ابدأ ارجع واقول لك تاني يا برج الاسد، عندك خبر حمل بخصوص الاطفال او عندك شفاء لطفل مريض عندك الله اعلم. اللقاء ده هيكون حلو جدا 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 بالخبر الجميل اللي انتوا هتسمعوه، وده خبر الحمل باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. عندكم شفاء من المرض، عندكم خير وعندكم فرحة حلوة جدا باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، بس حاولوا تكونوا حكيمين في افعالكم. برج الاسد انت اتظلمت كتير جدا والسنين اللي فاتت تعبت جدا، بس عندك وقوف على ارض صلبة، هتقول انا اتظلمت بس هنتصر، وبالفعل هتنتظر هتفرح، والانتظار اللي انت انتظرته كله هتحصل عليه بالخير وبالرزق وبالتفاؤل. بص يا برج الاسد، الفترة اللي جاية هيبقى عندك امور كتير جدا عكس اللي انت ما كنتش متوقعها، يعني امورك هتحسبها وهتتصرف صح وهتكسب وهتبقى انت اللي منتصر على اعدائك، يعني اعدائك هم انتصروا عليه بس الفترة اللي جاية انت هتنتصر على اعدائك. عندك حد عزيز عليك يا برج الاسد ببرج الدلو،
حد عزيز عليك ببرج الدلو، الحد ده ممكن يخرب حياتك، ممكن يدمر مستقبلك اللي جاي. يا برج الدلو، يا برج الأسد، لازم تكون حكيم في قراراتك الفترة اللي جاية، لازم تاخد القرار الصح، وبلاش تقبل الاعتذار من الشخص اللي هيجي لاعتذر منك. اوعى تقبل الاعتذار، علشان خاطر الاعتذار ده مش هيكون في صالحك، ورجوع الشخص ده لحياتك تاني مش هيكون لصالحك ابدا، بالعكس هيخرب حياتك تاني وتالت ورابع، وهترجع تعاني لحياتك. انتوا عندكم علاقة تربطكم بحد، بس في شوية تقلب مزاج عندكم، انتوا اليومين دول مش مرتاحين، عندكم علاقة بحد ربطاكم، والعلاقة دي مقيدين بيها جدا، حاسين ان في شوية مشاكل، مفيش استقرار بينكم وبين حد من ابراج ابراج كده يعني بتأذيك، ممكن يكون صداقة، ممكن يكون علاقة تربطكم، في شوية لخبطة، بس الفترة اللي جاية هيكون في امور حلوة. كمان عندكم فرج، عندكم اكتر من علاقة حلوة الفترة اللي جاية، وهيبقى فيه طاقة ايجابية. كمان الفترة دي في علاقة تربطكم من برج الثور، برج الجدي، برج العذراء، عندكم علاقة تربطكم بيهم الناس دي، فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيبقى فيه تحسن حلو على جميع الاصعد بتاعتكم. كمان عندكم طاقة ايجابية، الطاقة الايجابية دي هتكون جميلة جدا، وهيبقى فيه رابط قوي، وهيبقى في كمان تجمع في الحلال مع برج الثور، او هيبقى في جواز قريب جدا. كمان في اتنين قريبين منكم، الاتنين اللي قريبين منكم دول بيأذوا فيكم، فانتوا في مأذى. كمان في خبر هتسمعوه، في حد بيتجسس عليكم، خلوا بالكم، وبيراقبكم، بيراقبكم مراقبة حب، بيتجسس عليكم، هو فعلا بيحبكم جدا، بس انتوا مش مدينه الطريق ولا مفتحين له الباب، بس عندكم بشائر الفترة اللي جاية دي. كمان انتوا الفترة دي بتتجاهلوا حد تجاهل تاما، في خبر هيجي لكم يخص موضوع جديد، يخص سكن جديد، يخص حاجة جديدة. كمان انتوا هنا بدأتوا تشوفوا حياتكم، حاسين ان الدنيا ملطشة معاكم يمين وشمال، فالفترة اللي جاية هتبدأوا تعيدوا حساباتكم، هتبدأوا ترحلوا من الأماكن الغامقة اللي عندكم وتشوفوا الدنيا فيها ايه. كمان عندكم حرف الراء وحرف الواو وحرف النون، دول ثلاث أشخاص بيخونوا فيكم، أو من الحروف دي حد بيخون فيكم. طيب انتم فصلتوا عن حد، في رجوع عندكم، في طاقة عندكم الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا في حد مريض عندكم بيشتكي من وجع في دماغه، بيشتكي من وجع في جسمه، عنده شفاء بإذن الله الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا عندكم حرف الميم، حرف الميم ده في بينكم حاجة، ناويين تاخدوا قرار، ناويين تشوفوا ايه الطاقة الإيجابية اللي عندكم. انتوا طيبين جدا، حنينين جدا، مميزين جدا مع علاقاتكم مع الآخرين، بس عندكم طاقة مؤثرة عليكم في كذا حاجة. كمان عايزين تقطعوا علاقتكم حرفيا بحد اذيكم وعمال يطعن فيكم. عندكم برج الاسد، بينكم وبينه بدايه جديده، بينكم وبينه حاجه جديده هتبداوها الفتره اللي جايه. في حد بيتدخل في حياتكم بيأذي فيكم من طاقه سلبيه، بس انتوا ما بتحبوش الكلام ده ولا بتحبوا الطريقه دي. كمان انتوا خايفين تبداوا بدايه، خايفين تعملوا حاجه، في حاجه عندكم، البعض منكم ممكن يكون خايف من التقاليد والعادات، البعض منكم عنده حاجة مؤثرة عليه، الله أعلم. عندكم بداية جديدة أحسن من اللي انتوا فيها حاليا، عشان اللي انتوا فيه قررتوا ان انتوا تمشوا، قررت ان انتوا تنفصلوا، قررت ان انتوا تشوفوا طرق مختلفة. كمان الفترة دي هيكون عندكم عقد، عندكم ورقة هتمضوها، الورقة اللي هتمضوها دي هتحققوا منها نجاح، هتحققوا منها حاجة جديدة، موضوع جديد، يعني في حاجة جديدة انتوا بالفعل هتعملوها الفترة دي، هيكون فيها تحسن حلو. كمان انتوا هنا وشكم بدأ ينور، في تنوير عليكم، او تنوير بمعنى اصح لحياتكم. على قد ما انتوا الفترة دي بتعانوا من اكتر من حاجة، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة، ورقة هتمضوها بالخير وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، وهتحسوا قد ايه ان الورقة دي جات لكم فعلا في الوقت المناسب، الورقة دي فعلا
كانت جايه لكم في احسن وقت، في حال افضل، في طاقه افضل، في امور عندكم تجديد حلو. كمان انتم مستنيين حاجه بفارغ الصبر، لا اما ورقه انتظار ليكم، لا اما خبر تسمعوه. البعض منكم هنا باله مشغول بحاجات كتيره جدا، انتم عايزين تعملوا عمليه وخايفين مترددين هتعملوها بالخير باذن الله، او هي اتعملت وانتوا كنتوا قلقانين من ردة يعني من صعوبة العملية، حسيتوا ان هي سهلة وبسيطة وربنا قومكم فعلا بالسلامة. في هنا كمان طاقة حلوة جدا، هتكونوا مبسوطين جدا وهتكونوا مختلفين بقدر المستطاع عن اي حد في حياتكم. ليه؟ علشان التميز دايما بيميزكم عن حاجات كتيرة جدا عندكم. كمان انتوا هنا بقالكم اكتر من مده كبيره جدا مستنيين خبر حمل، مستنيين حاجه تسمعوا تخص حمل، بس انتوا عندكم شويه عند بتعندوا مع حد، ما بتسمعوش كلام حد الفتره دي، قافلين عليكم بيبان كتيره جدا بسبب ناس، بسبب حد. مين الشخص اللي عندكم مختفي بقاله مده كبيره جدا ومش عارفين تلاقوه او عارفين تسمعوا عنه حاجه؟ انتوا عندكم اصرار، مصممين على هدف، مصممين على حاجه كده قدام عينيكم وعمالين تسعوا من اجلها. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم اي حد هيقف معاكم من ناحيه العاطفه وهيخليكم تتخطوا كل المشاكل. عندكم شخص هيجيلكم من حد كده، يعني كان بينكم وبينه خلاف، بينكم وبينه توتر، بينكم وبينه أمور معقدة، بدأت الأمور تتحسن الفترة دي وهيبقى في طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا في اختلاف بينكم وبين حد، في حد هيطلب منكم طلب الفترة اللي جاية كمان، وانتوا هيكون عندكم تضحية من أجل الشخص ده. طيب انتوا هنا يعني في حاجة بينكم وبين حد وما تمتش على خير، يعني انتوا كنتوا بتحبوا حد وسابكم، او حد كنتوا متعلقين بيه غدر بيكم، يعني انتوا في حد بتحبوه قوي من كتر الحب اللي انتوا بتحبوه حاسين ان انتوا هتموتوا عليهم، يعني في حب هوس، انتوا مهووسين بالناس دي اللي انتوا بتحبوها قوي، مشتاق لهم قوي، في طاقه. في طرف متدخل بينك او بينك وشريك، يعني ممكن يكون في حد متجوز تاني، في حاجه مختلفه. انتوا الطريق قدامكم مفتوح وعشان كده هتحصلوا على النقله اللي انتوا عايزينها. الفتره دي حاسين ان هي صعبه، من اكتر الفترات اللي انتوا حاسين ان هي صعبه على قلبكم، يعني انتوا رغم ان انتوا بتستنوا حاجات بتحصل معاكم بقالها مده، بس انتوا حاسين بالطاقه السلبيه. في حد بيحطكم هنا تحت خانه الامر او تحت خانه سلبيه، في حد عندكم اتخلى عندكم، اخلى عنكم، سابكم في لحظه انتوا كنتوا عايزين تكونوا يكون موجود، الله اعلم. كمان انتوا هنا عندكم حفظ حلو جدا من عند ربنا وهتكونوا مميزين. في سر عندكم متداري انتوا كاتمينه، يعني انتوا في يعني كاتمين سر رهيب جدا ومش قادرين ان انتوا تبوحوا عنه، بس انتوا محتاجين تتكلموا مع حد، محتاجين حد تسمعوا رأي حد، او انتوا تقولوا رأيكم لحد، محتاجين تغيروا، محتاجين تشوفوا ايه الجديد، عايزين تفعلوا اكتر من حاجة بس مش عارفين تبدأوا ازاي او تستعملوا الطاقة بتاعتكم ازاي. ليه؟ علشان خايفين جدا الفترة دي من ردة افعال ناس حواليكم، من امور عندكم الله اعلم. في علاقة غامضة عندكم، العلاقة الغامضة دي انتوا تعبانين فيها، مخنوقين، مش حابينها خالص، عايزين تطلعوا منها. حد عمل لكم سحر تفريق، سحر الكراهية، سحر المرض، اتعمل لكم فعلا سحر التفريق انتوا بينكم، عشان كده خطوبتكم ما كملتش، جوازكم ما كملتش، كان حصل مشاكل بينكم وبين الشريك ما كملش، الله اعلم. انتوا هنا عندكم ابداع حلو فوق الوصف، رغم الرفض اللي عندكم، عندكم ابداع الفتره اللي جايه وعندكم طاقه معينه. انتوا حلمتوا بحاجه والحاجه اللي انتوا حلمتوا بيها دي حان الوقت ان انتوا تحققوها،
حان الوقت ان انتوا تفعلوا من اجلها الحاجة اللي انتوا عايزينها، بل كن مشغول باكتر من حاجة. عندكم قضية عايزين تربحوها، عندكم طرف تالت بيتدخل في خصوصياتكم، فدي حاجة تعباكم. انتوا الفترة دي هتحمدوا ربنا. عندكم ذكاء خارقي الفترة دي، وخلوا بالكم من نفسكم. تحياتي ليك يا برج الاسد، اتمنى لك السعاده والفرح والهنا والرزق والتفاؤل، وكل ما هو جميل في الحياه يكون من اجل عيونك يا برج الاسد.